اهلا وسهلا بكم في قناة ترددات، وبس الان نعرض عليكم تردد قناة اي فيلم الانجليزية للهوت بيرت 2022. قناة اي فيلم الانجليزية هي تبث من داخل ايران وتقدم جميع الافلام الاجنبية التي يبحث عنها جميع المشاهدين، وتعتبر واحدة من اهم قنوات الافلام التي يتم بثها من بين الكثير من القنوات التي تنتشر بين العديد من القنوات الاجنبية التي توجد على الاقمار الصناعية، كما تقوم ببث العديد من الافلام الاجنبية الحديثة التي يتم تقديمها ومشاهدتها على مدار 24 ساعة، وتعتبر من القنوات المجانية، وتعد واحدة من القنوات التي تجذب إليها المشاهدين في العديد من الأنحاء المختلفة، ولها قاعدة جماهيرية عريضة وتحقق نسب مشاهدة عالية من بين الكثير من القنوات التي تقدم الأفلام الأجنبية، وتعتبر من القنوات التي تتميز في طريقة عرضها لجميع الأفلام والأخبار. تردد قناة أي فيلم الإنجليزية 2022، يوجد تردد واحد على القمر الصناعي هوت بيرت، القمر الصناعي هوت بيرت، التردد 10775، الاستقطاب أفقي، معدل الترميس 29900، معامل التصحيح 3-5، الجودة ST. إذن القمر الصناعي هوت بيرت، التردد 10775، الاستقطاب أفقي، معدل الترميس 29900، ومعامل التصحيح 3-5، الجودة ST. إذا نكرر أخيرا، تردد قناة أي فيلم الإنجليزية 2022، القمر الصناعي هوت بيرت، التردد 10775، معامل الترميس 29900، معامل التصحيح 3-5، الجودة ST. اسم القناة على قائمة القنوات أي فيلم إنجليش. وبذلك نكون قد وفرنا لكم تردد قناة أي فيلم إنجليش على القمر الصناعي الأوروبي هوت بيرت. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.